الوصلة الفنية الأخيرة مع الفنان شعلان نصر. هو فنان من الرعيل الأول المبكر للموسيقيين الشرقيين، شارك في مع معظم الفنانين والموسيقيين العرب منذ قدومه أمريكا في العام 1984. يعزف على الجيتار والبيانو كيبورد والبوزوق، له مزاج شرقي بامتياز يعكس ما تربينا عليه من رقي وجمال لموسيقانا الشرقية. الفقرة الفنية بعنوان شرقيات مع الفنان شعلان نصر ومرافقة الأخ سهير حنون والأخ الفنان حسين حبيب.